بعد 20 شوطا في هذا الصباح، 8 أولى سوف تكون خاصة بأشواط الإنتاج. إذن ينطلق على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظة أول الأشواط في انتفاع صباحنا هذا من خلال هذه المنافسة لمسافة 3 كيلومترات في منافسات سن الحجايج في تحدي هذه الفئة، فئة المواهب هنا من هذا الميدان، ميدان دستور أحد فروع هذا الميدان الذكي، ميدان المرموم. نبدأ إذن على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذه الانطلاقة وهذه التحديات التي تحمل هذه البداية هنا. نبدأ بالصدارة، نسير إلى المركز الأول، الظفرة لخليل بن راشد الشامسي في المركز الأول، بينما المركز الثاني ليالي أحمد بن سعيد بن منانه في المركز الثاني، وهناك على المركز الثالث تصل العابرة سعيد بن راشد بن سعيد المزروعي. خامسا هناك انطلاقة مشهورة حميد بن معضد بن محمد المزروعي، وعلى المركز الخامس مكرمة لمحمد بن سعيد بن مصلح الإحبابي في انطلاقة خامس مراكزنا في هذا الاندفاع القوي والمثير. إذن هذه بداية هذا الشوط مشاهدينا الكرام من خلال انطلاقنا في هذه اللحظات في أول كيلومتر يحمل هذه البداية الأولى في سن المواهب في تجهيز هذه النوعيات المميزة التي تحمل هذه الانطلاقة القوية المبكرة. الصدارة لا زالت على المقدمة والبداية، الظفرة ظافرة بالمركز الأول وفي الانتاج الأول، خليل بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي في منافسة فردية على مقدمة هذا الشوط، بينما المنافس الثاني في المركز الثاني هي ليالي لأحمد بن سعيد بن منانه الذي يعلن تواجده هنا في اندفاعة ليالي هذا الصباح وهذا الشوط الأول في هذه اللحظات. إذن هنا من خلال المسار المركز الثالث في مشهورة حميد بن معضد بن محمد المزروعي. 1200 وصلنا من خلالها مشاهدينا الكرام في متابعة هذا الشوط، والريادة والقيادة والظفر بالمركز الأول من نصيب الظفرة خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي الذي بدأ الآن يدخل في الكيلومتر الأخير يحمل أجواء النهاية، يعلن هذه الانطلاقة الأولى في هذا الصباح المميز. يا سلام يا سلام يا سلام على البداية على المقدمة والاندفاع الذي يحمل هذه اللحظات. لا تزال ليالي على المركز الثاني في منافسة قوية هنا لأحمد بن سعيد بن منانه الذي يعني هذا التدخل، بينما اليافل سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الذي يصل مع اليافل، وهناك تدخل مناورة سعيد بن غدير بن عبيد آل اشتبي في المركز الرابع. هذه المراكز الأربعة الأولى، ولكن أعود إلى ظفرة، أعود إلى من ظفرت وتحكمت وسيطرت أيضا في هذه الانطلاقة، وقدم خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي هذه الموهبة الجميلة حتى هذه اللحظات هذه الانطلاقات. لكن أرى المتابعة القادمة هنا من مناورة مناورة وهي مناورة سعيد بن غدير بن عبيد الاشتبيل الذي يصل في هذه اللحظة والانطلاق القادم بقوة. هناك من وجدان أحمد بن محمد بن كراز المهيري، يا سلام، هنا اللحظات الأخيرة، هنا التحدي والظفرة ظافرة، الظفرة على المقدمة على الصدارة على المركز الأول من خلال هذه المنافسة 200 متر الأخيرة. يا سلام، الظفرة 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 على مقدمة هذا الشوط، يا سلام، تحاول الاحتفاظ بالقمة والبداية، الظفرة قادت الشوط 3 كيلومترات، ظفرت هذه الموهبة بهذا الشوط. يا سلام سلام يا زاخر، سلام سلام وتحية واندفاع. المركز الثاني كان بالنصيب والجارح محمد بن كراد المهيري وسعيد بن غدير بن عبيد الاشتبي مع مناورة جاء في المركز الثالث، المركز الرابع مطفية محمد بن سلم بن قزول العامري، والمركز الخامس ليالي لأحمد بن سعيد بن منانة السويدي. هذه إذن من خلال هذه الانطلاقة من خلال هذه التحديات. يا سلام، نذهب إلى المقدمة، نذهب إلى اندفاع هذا الشوط وننطلق مع نهاية هذه الانطلاقة الأولى.
الله 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 الله، نعم هي الظفرة. مشكور يا خليل يا بن راشد يا الشامسي، يا سلام على هذا الاندفاع. 4:39 ثلاثة من الأجزاء من الثواني هو التقييم الخاص بهذه الانطلاقة الصباحية، والظفرة تظفر بأول الناموس وهالي زاخر، انتاج ما شاء الله متميز. هناك يأتينا من هذه التحديات المركز الثاني، والتي قدمت أداء متميزا. هنا وجدان لأحمد محمد بن كراز المهيري، 4:40 وفاء وتمام وكمال ما شاء الله وتبارك الله. وأخيرا كانت مناورة سعيد بن غدير بن عبيد الاشتبي الذي أطلق العنان لمناورة في هذا التحدي. 4:40 وستة من الأجزاء من الثانية في انطلاقة الإثارة والتحديات والاندفاع ما شاء الله وتبارك